بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، ودرس جيني تضوي طمناد كتاب الملخص المفيد في علم التجويد. سين سؤال، ما هو محوي يعني المخرج ومخرج كي الثامن سديدات، وكم حرفا امس حرف با يخرج كصباح منه مخرج كثامن ك. جواب، المخرج ومخرج كي الثامن سديدات إحدى حافظتي اللساني عربك لبدي سرنا مثل كم إذا أيوه هذي مع ما كيل لقبه يحاديها إحدى حافية قابلية من الأطراز قوسيحة قوذنك قابلية أطراز العليا سرع ويخرج واحد كصباحية منه مخرج كاس حرف الضاد ضاد كحرف كيس فقد وكليه وحين قدها أغسو تشرني مناطق دي رئيسيها شنطها منطقة الجوف، منطقة الحلق، منطقة اللسان، صفتان، خيشوم أو لا بني تدوي تونكي مخرج مخارجتا وحال شقوق العفي والمضى قيب كم يدوحد لهان وأفري طبعا قيبنا اللحي طبعا قولك مختار كا هو ابن الجزيري كتاب كسيد الجزيرية أو كل شيء جاي وتدوي تون مخرج مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مناطق دان مركز رئيسي عشان تا قولك تضوي توانك مخرج بالود البنائي مناطق دي أمريكا جودها وجدترني حصور دافني منطقة الجوف هل مخرج باكو سجناء منطقة حلق سدح مخرج باكو سجناء أقصى الحلق وسط الحلق أن الحلق وحن جودها وجدترني منطقة اللسان وتوان مخرج باكو سجناء أقصى اللسان والله مخرج باكو سجناء تاعي أقصى اللسان وحنري بوش با كوسو اروريا فيه طول با جوابني لو بارتي بلي اما لو طبقه بوشيغا وها لوغه سو اروريي اقصى الحلق واي لو مخرج لوغه ديغه واي واقصى لسان لو مخرج لوغه ديغه اقصى الحلق دير بدن كما سوغنا لي لكن اقصى لسان دير با كوسغان لو بارتي بو كلا يشاي العظمي واللحمي عظمينا كافكا كسو بخاي لحمينا وها كسو بخاي قاف كيف كسو بحي وحان كلو صور دافني وسط اللسان وصدح حرف اي كسو بحي جيم اي شين اي يا صدح مركة مخرج اي انو سو قبا قبيني منطقة لسان او طوانك كوبنيت الا تطوع نور دي من مركة مناطق دا مركة سكدي من واحد دي منعنا منطقة شفتان اي خيشوم dhammaan manaadiqda shanta ah darsigeennaan waynu ku gabagabayn doonnaa. Xarfu daad marka makhrajkeennii sideedaad xarfu daad wuxuu ka soo baxaa baan idhi ixda xaafatay lisaan carabka labadii saxaafa mid ka mid a ama bidixda midigta labadaba mid kastaa ka soo saari kartaa. Xarfu daadi ascab alxuruuf xarafka daadka waa xuruufta midka ugu adag saa daraaddeed qof kastoo muslima waxaa laabud ah inuu ku dadaalo barto itqaaniyo cilmiga sida gaarka uga hadlaya oo lagu dhex faahfaahiyeyna inuu qofkaasi ilmaam ku yeesho si cibaadadiisii midda ugu fadliga badneed oo salaad ahayn ee ugu ansaxdo sababta cibaadadiisi waa ku xiran inuu barto waa laabud marka qof kasta inuu sugo marka laga hadlayay faatixada shuruudeeda وأن يخرج من مخارجها وأن حرف كست مخرج كي لو قلت لك لا يسو صار دي مركة حرف كي ضاد على مخرج كي سكسو صار فتهذي دي ككعب نغنيسا فتهذي دي ككعب نغطنا فتهذي أركان صلاة دي كمتا صلاة دي ككعب نغط مركة ولغا مارمان إن إتخانسو وسكتو وبرتو قارهان علمي كي كتعلقين أدفانتو علم التجويد كا علوم القرآن وبحدويين علم التجويد علوم القراءات علوم الرسم فواصل والعدد تفسير دمان مركة انت كنت علق سي قارهان متك سيق سي برو سيقارة أصب وحكوف الظانة مركة صفات كيسي مخرج كيسي دمان انا فهنتو فلقا مارمان مركة ان غفكو وجود كليو مركة وأصعب الحروف بالي حروف تمتك وقو أعضاق مناطق مكة وحو يالانا يا أفرا
marka loo fiirsho makhrajkiisa iyo sifadiisa. Afarta mandiqa marka waa inaa ilaalisaa: mandiqatu litikaa, mandiqatu listiclaa, mandiqatu lidbaaq, mandiqatu talaamus. mandiqatu litikaa waa meesha uu ku dangigsanayo, waa makhrajkiisa, waa xaafatu lisaan iyo adraas inta u dhaxaysa. mandiqatu litikaa waa intaa adraas culiya, marka waa makhrajka uu ku dangiga waa mandiqatu litikaa. واحدة حافظة اللسان مع ما يحاذيها من الأطراس العليا واللي هو الصفحة الداخلية ده بوساك روح اللي هي الصفحة الداخلية صفحة خارجية مدة خارجية ده أما الصفحة العليا لو يغان أما الداخلية ده أو الصفحة السفلى لو يغان كيبو قبصانية صفحة ده هو سوق قبصانية مركة عرب كولي بدين عيس عرب كورن يا قبصانية مثل بناء حافظة عرب كولي حكالي اللي هي طرف حلية حافة حلية وسط مخرج كمركة ضاتك وحافظة حافظة وحق قوانسا قوسها كوري قيبتو الداخلية هوسط قوسو حلية مركة صفحة داخلية خارجية كراسي كراسي ما بكو قبان كرتيب كراستا صفحة عليا أنا كما بكو قبان كرتيب صفحة هوسط ما بكو قبان كرتا مركة قوسها مركة صفحة هوسط كجاء عليا وتوان قوس توانكا قوس مركا قوس دنبيت كودي يصدح ضواحينا يضاحيقا كدر شن تسوي صدح ضواحين ناجدك وقوس دنبيتك يضاحيقا شن تاسو مركا وحوق في سنية حوق منطقة الاتكابة لي يا مركا بحكسي بحسن ثناياها الرباعياتك وطابنيا وتلامس منطقة الاتكام مركبة من منطقة الاس منطقة الاستعلاء منطقة الاستعلاء مركبة وعرب قيبتا كوري ايا كوروك عايسة وحال يرى هذا استعلاء سيدة باللغة العلو والارتفاع استدلاء على ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى عرب قيبتا ضمبا كوروك عضي عطكينا وحكو دحفافي afka codki marku af ku dhexfaafo codki uu weynaanaya marka waxa galaya cayil boob boob soo ma jeedid cayil baa galaya siman mandiqadaas marka mandiqatu isticlaa baa la yidhahdaa mandiqatu itbaaq baa jira mandiqatu itbaaq marka itbaaqu sida waa cala lisaan istilaahna waxa la dhajin itbaaqu lisaani cala alxanak cinda nutqi bixuruufi bixaysu yanxasiru sawtu baynahuma عربك يا دبحانق لودة شريعة إطباق وصاح أتكين وحكوسة كومية دبحانق عربك بحضوظي هو منطقة الإطباق منطقة داس منطقة التلامس باتشي للمركة ومنطقة دا ودبنسة التلامس مركة وصفة الاستطالة دا وحكا بلامسة ناجدك إلا لقى قاري ضرفك عربك وصول الثانيتين العليين إلا أنت صوح وقف سنية بوغاريا معنا انتو حوق او قبسانيا ويلا ضاحقة حكاسي دنبين هو تلامس مركا غيب تاس تلامس كا با تلامس لوغو مركا عام منطقة تلامس ويا مركا تاس تابشاس ولا يوم مرمان انتو هران قبط سينيا كليا داتي لا ملقا يلي وانا انتا سمع حوغا يرا تابسيسا انتا ان تابسينيا بان كل جينيا داتي لا ملقا يلي ماي دي مخرج كيسي ماها داتي لا دو ولا ضالين او كسو سارت افكهوري ملقا يلي مركب منطقة تلامس المنطقة داس وعند الاستطالة ويان يعني. إمامك جليل كها إمام الصحاوي وكم لها تلاميذي إمام الشاطبي كم لها صحاوي كلاجرة أو تلاميذي ابن حجر العسقلاني كم لها مركب كاما هن كاسو حالي شمس الدين الصحاوي كانوا حالي رادا علم الدين الصحاوي كتابك مركة نونية السخاوي إلى الحكيري والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفزاعة غيم دريب لأحكام القرآن معاني كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان أي والضاد ضادك عالم متسرية وصفة استعلقات
عرب خيبت سدن با كرو كعدي ادكينا افكو كبلات مستطيل من سدريوي غوسنبيت كبلاوي الا لغا غاريو ثنايا العليا هي طرف اللسان مطبق عربك ايا و خو كدغاي دبخانغا ادكينا هلكاس كوكومي جهر ومنع جريان النفس عند النطق marka lagu hadlayo nafaskii waa mamnuuc noqonaya maxaa yeelay waa quwwata al-i'timad fi makhrajihi waxa xoog badan ku dhagitaanka ama uskeenaha uu uskanayo makhrajkiisa sifatu al-quwwa buna kamid marka jahri buu qaata yakillu ladayhi kullu lisaan waxa lay agtiisa daadka waxa nooga lisaan dhammaantiis carab dhammaantiis xaasha lisaan lisaan ka soo reeb lisaanku qayimin ku toosan mid fasaaxati mid fasaaxa ka soo reeb دريم الفصاحة معان اللي قول لي لي بأحكام القرآن القرآن كأحكام السي اللي قول لي كأك صورين وهي شيخ كم رامه قوم فما أبدو سوى الله من مفخمة بلا عفت كم بدنا رامه انت يطلبين ضعتك قوم قوم وفما أبدو ما يسموه سوى الله من لامتا ومفخمة لو يعني بلا عفت أنا أقول لك لام كوهي وقال لهم بمشي ضعت أهد الله بيجير هذا من لام بيوينيين marka dadka qayb ka mid ah laga yaaba lamahan oo weyn dadku hadlay qaabkaas ma arag laakiin waxa aragnay darafka hore dadka soo saaray oo aad u badan ayaa marka salaadii ku tujinaya imaamku ah dadki waxay ka soo saarayaan darafka hore wala dalliin buu ku leeyahay marka taas waa aragnay in badan marka qof kasto marka xarfu daad ku dhawaaqaya waxa laga maarmaan ah manaadiqdaas afarta inuu ilaaliyo manaadiqatu ittika itbaq isticla talamus afarta manaadiqaba ilaali waxa kale laga maarmaan noqonaysa inuu barto qofku ilkaha bila aadanka intee ka kooban yihiin sababta waxa ku xiran barashadii maqaarijta hadda daadka waxaan niri ناجد كو قبصده إلا ضاحي قحوك بو قبصده ناجد محويا مركا أما نواجد بحييين ضواحي كتسم حييه وانا الكي كالبرتا مركا يقوسيه وحيكا كوبين صدن يلوى الكود أفرق يود بأنك لغالينا ثنايا رواعيات أنياب أطراس ثنايوه مركا وأفر تهري رواعيات كان أفر تكوحي كتواي خوصي يكور معنا لوكور يلوى هوسيواي anyaabtuna waa rabaaciyaanka afarta ku sii xigta waaye oo hoos iyo kor ah labiyo toban waaye marka ilkihi gowsihii marka dawaaxig iyo dawaaxin iyo nawaajid weye dawaaxigtu marka waa laba kore iyo laba hoose miciyaha labada ku xigta ee kore iyo hoosba dawaaxintuna waa lix kore labada dhinac ah saddex iyo saddex iyo lix hoose labiyo toban labiyo toban afar ku dar dawaaxiga kadibna nawaajidiiyo afar ku dar goosdambeedkii laba kore iyo laba hoose soddon iyo labadaasay noqdeen marka ilkihii soddon iyo labadaas marka baro xifdi sanaayaha rabaaciyaadka anyaabta kulli hadudaadka oo kale intuu qabsanayo xoogga u qabsado intuu soo taabanayo daa iyo daal iyo taa oo kale darafulisaan iyo waaslu thaniyatayn culyayeen baa lagu leeyahay faayaha kore jiridoodu qabsanaya marka faayihii kore foolashii waa inaad taqaanaa marka waxaan insha allah isku baraarujinaynaa xuruufta waxaa la yidhi waxay leeyihiin asmaa iyo musamayaad xaraf kasta wuxuu leeyahay isib iyo musame musamuhu waa midka isimku ku tusinaya iyo sidoo kale kayfiyatu nutqin makhsuusa qaab loogu hadlaya xarafka oo qof kasta inuu xifdiya lagama maarmaan ay tahay asmaada marka xuruufta waxaa ku banaanaanaysa qasri iyo mad koyo toban xaraf oo ka mid ah ba ta tha ha kha ra da za fa ha ya koyo tobankaas waxaa ku banaan qasri iyo mad baa ku banaan wixii koyo tobanka ka soo haray qasri kaliya weye qasri mad kuma banaana marka
markaad rabto inaad xuruufta asmaada way tusixiso sidaana leeda alifun wa baaun aw baa wa taaun aw taa wa thaaun aw thaa wa jiimun wa xaaun aw xaa wa khaaun aw khaa wa daalun wa zaalun wa raaun aw raa wa zaayun zaaga waxaa la yidhi shan luuqadood lixna waa laga dhigay zaayun zaa zaaun ziyun zayun zan ilaa lixdaas luuqadood baa kusoo aroortay wasiinun washiinun wasaadun wataadun wataaun aw daa wadaaun aw daa wacaynun waqaynun wafaaun aw faa waqaafun wakaafun walaamun wamiimun wanuunun wahaaun aw haa wawaawun walaam alif wayaaun aw yaa waa qaabka xuruufta aad ugu dhawaaqayso ku tusinaysa musamayaadka musamayaadka se ugu dhawaaqaysaa marka a ba ta tha jaa xa kha da dha ra za sa sha sto da 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 a ra fa ra ka la ma na ha wa la ya alay dadka qayb ka mid waxaa ka mid a qayb aan hagaajinayn inay kala farqiyaan xuruufta asmaadooda iyo musamayaadkooda iyo qayb aan wanaajinayn inay xuruuftii asmaadeeda saxiixaad ku magacaabaan meeshay laam ka dhihi lahayn bay laan lay meeshay miim ka dhihi lahayn bay miin lay meeshay jiim ka dhihi lahayn bay jiin lay meeshay daal ka dhihi lahayn bay deel lay meeshay daal ka dhihi lahayn bay deel lay badala laam wa jiim wa daal wa daal xuruufta marka in la tasxiixiyo waxay ka mid tahay ilay tajwiidka arrintaasi waxay ku muuqanaysaa marka fawaatix suwarka lagu hadlayo ama xuruufta mujaradka markaad yeerinayso oo kale alfaxmaaliya oo kale marka aada u akhrinayso markaad rabto marka xaraf munfarida inaad ku hadasho nutqi saxiixa weliba adoo maqliska sifaadka ilaalinaya reeb marka hore kadib hamse soo geli hamsada ama kordhig ama hoos dhig ama god soodku meesha ku goo aa makhrajiye hadda miimka oo kale makhrajkeedu waa shafataan soo maaha awle bin dibaaqin ah bishmiil isku daboolayo adoo weliba milicsanaya qunada sawdkeedii haddii marka lagu yidhahdo cadee xarafkan musamihiisi am de ama ma dheh xuruufta saddexa ma mi mu haddii lagu yidhaahdo magiciisa cadee miim dheh adoo halkaa ka qiyaas qaado halkaasaa oo ka qiyaas qaadanaysaa xuruuftii oo dhan marka arrintaas weliba waa caddeen meesha ugu dambeysay farqiga u dhexeeya xarafka iyo musamihiisaba lagu caddeeyey marka hadda waxaan nidhi xuruufta markaan tirinaynay laadii saddex magac baan u sheegnay laa waa nidhi laam alif waa nidhi alif laam waa nidhi saddex magac baan u sheegnay laada marka waa aliftii ma lagu hadli kara marka lagu hadlayo sababto aliftu waa reebanta waxaa lagama maarmaan noqotay in laam loo soo jiido ujtalibat laam baa layidhi litakuuna sullaman linutqi alif laam baa la soo jiiday si ay u noqoto jaranjaro alifta ku hadalkeeda leanna maxaa yeele ma suuroobay in alifta keligeed lagu hadlo leannaha ma ahaanays ilaa mid reeban mooye waxa ka horeeyana wuxuu noqonayaa maftuux waxaa loo baahday xaraf ka horeeya laamtiibaa la doortay sida hamzatu wasligii maktuubada ahayd lagu doortay suurat alif litakuuna sulama linutq bilaami tacriifi saakina waxaad moodaaba kaana hada calaaqatu tabaaduli baynahumaa arrintan inay calaaqa tahay isdhaafsi marka lagu yidhaahdo ama qaayil uu ku yidhaahdo ku hadal alif waxaad leedahay laa hadduu ku yidhaahdo laamu tacriif ku hadal reebanna al baa leedahay waa isku cagsiyeen waa anagii lahayn waxaan horey usoo baranay xuruufta aan usoo kala qaadnay asli iyo farci xuruufta marka asalka ictibaaraad badan baan usoo fiirinay cadad alxuruuf cinda almakhaarij oo 31 ah iyadoo loo fiirinaya xuruufta mukararada ah oo mar makhraj kasoo baxa marna makhraj kasoo baxa cadaduhaa cinda axkaami nuuni saakina watanwiin oo 28 xarafa cinda miimi saakina 28 cinda laamaati sawaakin 28 xarafa cadad alxuruuf alasliya bictibaari nutqiha oo 29 ah cadadka min jaanib alkitaaba 28 xaraf iyadoo halkaas hamsadii lagu tuuray sababta hamsada loo tuurayna ay ahayd carabtu hamsada wax suura umaysa dejin bal suurata kayraha bay usoo cariya qaataan awalka hore markay dhacda alif bay u qoraan oo ka soo haray awalkana
ويأ يا ألف بأي قرآن مرنا على صدرك أنا رأس العين بأي قرآن وفك يقول ريه حرف الهجاء كان حروف تألف أعمالها سيدة معروف كهذا أن غان أقري وحوها إمام كوينا نصر بن عاصم الليثي وفقيها عالم كاللغة العربية تابعين تنكمدها علم كان وكقال أبو عمر بن علاء سندي سديتا إيساقالنا بنتي يا سيدان وكلا رتبي قاب كخد أهاني سكو شبه دي وكلا ترتيبي ونا الدبعي وتماثلات كسو وكلا سار قفك وغوري أو حركة يا قرآن كهمزة أنا قروح عليه خليل بن أحمد حروف تمرك أسلقة اعتبارات كاسان كفير الني حروف الفرع حروف لي عاتف تمرك حروف فرع مركة لبا حرف يقول الله بنجزة حروف تأصل كي فرع كتا وحن كسو كوبي إن أفر مركان سو كوبنا مركان بس دينا إلا تدوي نغنيا الهمزة المسهلة همزة الفدودية عند بعض القراء وكو الألف الممالة ألف الإمالية بين الألف والياء واللو الصاد المسمى صوت الزي صاد لأرسية ز زرادة ياء لأرسية و قولة قولة وودي بأرسية نساء كسائي هشامي رواسي آخرية صادك زاق لأرسية نوح آخرية حمزة حمزة مركة مسهلة ده عند بعض غراء معناها وحي هانا يساوى ليلي بين الألف والهمزة إذا كانت مفتوحة أنذرتهم أنا ما دا يزيد ما حقي جنسيد يزيد همزة دي نواكتك تألف إنما ذا قارن أنذرتهم بالله وبين الألف والهمزة مركة مفتوحة بين الواو والهمزة إذا كانت مضمومة أنزل وحيربة سهل سهل تخفيف نساء وبين الياء والهمزة إذا كانت مكسورة إذا همزة دي وقتك تياء دي نماذا قارن مسهلة هذا مركز سلاسة اللقاء وضع ألف الممالة مركز الممالة الصغرى يكبرى وينغونا شاهي كبرى دي مركز دي هذا أصيب بدي سو لن كذا أبدا تو صغرى دي نوى مركز ألف تحقي هذا أبدا تو بوشري 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 يا هذا أو بدتنا وكبرى هذا ألف حاجة هذا أصاب بدته والصغرى هي صادك زاق الأرسية زرادة حمزة آخرية هي يا هذا وهو ذا الأرسية قيلة قولة يا ذي وهو أرسية نساء رات كسائي هشام يرويس وعفرت أمركا مركا لسوكوبه هذا بسطي سمركا همزة دي صدح باكسو صاريسا ألفتي ممالدها إن اللبو هل كاسم بيكون نغنيسا مرحبا كده بقى واحد اللي حقا ديكيسا صاد الصاد المسمى صوت الزاي يا الياء المسمى صوت الواو تضبط تضبط هذه نغنيسا همزة صدح باكا كانتي بين الألف والهمزة ميت باكا ترنسا إذا كانت مفتوحة وبين الواو والهمزة إذا كانت مضمومة وبين الياء والهمزة إذا كانت مكسورة باكا ترنسا صدح على كويسة ترى ألف الممالة صغرى يا كبرى على وكرة ترنسا شنما كويسة تالكا الصاد المشمى صوت الزاي لحبا كان لقيسا تضوحة الياء المشمى صوت الواو قولة يا أذي بعد وهو يرى أرسين إسا كسائي إشامي رويسي آخرية طور المركة وحين نغدين حروفتي فرعي قاهد تضوح مركة لبستي مركة لسوكو بين أفر بين نغدين ما هو المحوية المخرج مخرج كالثامن سديلاد وكم حرف إن مستحربة يخرج كصباحة منه مخرج كاز ثامن كا المخرج الثامن مخرج كسديلاد إحدى حافتي اللساني عربك لبدي سلنا متكم إذا أيوه هذه مع ما كيل لقبه يحاديها إحدى حافية قابلية من الأطراز قوسيحة قودين كقابلية أطرازتي العليا سرع حافظي أردن يقوسها السرع صفحة داخلية أما صفحة سفلى هي كراسي كراسي داس مقبانا يو صفحة دا عليا دا مقبانا يو حد كل جنسة صفحة دا داخلية دا ويخرج منه وحنا كصباحية حرف الضاد
daadka xarafkiisa baa ka soo baxa goos dambeedka laga bilaabo ilaa daaxiga xoog buu qabsanaya wixii ka dambeeyo anyaabtii sanaayihii rabaaciyaadkii tartiib buu qabsanaya sin su-aal mama muxuu yahay almaqraju maqrajki attaasi oo sagaalaad wakam xarfan imise xaraf baa yakhruju ka soo baxa minhu maqrajkaas taasica jawaab almaqraju taasicu maqrajkii sagaalaad maa bayna xaafatayi lisaani carabka labadiisa dhinac inta u dhexaysa wey bacda makhraji daadi dacadka makhrajkiisa ka gadaal maamaa kii lala qaba yuxaadiyahaa qaabilaya min lisati lasnaani ilkaha ciridkooda xaggiisa ka qaabilaya alculiya sare yakhruju waxaa ka soo baxaya minhu makhrajkaas allaamu laamkii marka xoogaabu ka yara sokeeyaa daadkii daadkii wuxuu ku ekaa daaxiga xoog u qabsanaya inta ka dambaysa tartiib buu ahaa daaxigii uu marka soo bilaabanaya laamku daaxiga kalea ku joojinaysaa markaad labada dhinacba ka soo saaraysa wey al al fiiri wuxuu qabsanayaa xoog usoo qabsaday qosol bilaha ku soo wad ciridka ilkaha kore ciridkooda iyo daaxiga daaxigtu daaxig iyo ilkaha ciridkooda iyo sanaayaha dhammaan wuu qabsanayaa iyo rabaaciyaadka al 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 sama jeedi wayakhruju minhu waxaa ka soo baxaya allaam sin su-aal ma huwa muxuu yahay almakhraju makhrajki alcaashir tobnaa wakam xarfa imise xaraf baa yakhruju ka soo baxaya minhu makhrajka caashirka jawaab almakhraju alcaashiru makhrajkii tobnaad tarafu lisaani waa carabka darafkiisa macmaa kii lala qabo yuxaadiya qaabilaya min lisati lasnaani ilkaha ciradkoodiina ka qaabilaya asnaanta alculiya taxta makhraji laami laamka makhrajka hoostiisa xaal u ahaaday qaliilan wax yar yakhruju waxaana ka soo baxaya minhu makhrajkan annuunu nuunti almudaara laydaaray nuuntii la muujiyey makhrajkii tobnaad waxaan ihi waa darfu lisaan marka hadda aan soo tirino mandiqatu lisaan aqsu lisaan oo laba ah wasdu lisaan saddex daadka afar laamka shan shan makhraj baan soo dhaafana markaan mandiqatu lisaan aan soo tirino shan makhraj baan soo dhaafana makhrajkii lixaad uu noqonayaa marka guud ahaan marka manaadiqdii aan soo tirinayno iyo makhaarijta soo hosgelayeyna makhrajkii tobnaad buu noqonayaa makhrajkan tobnaad marka wuxuu ka soo baxayaa nuunku darafka carabka waxaa qaabilinaysaa ciridka ilkaha sare ciridkooda makhrajka laamka meeshu ka soo baxaya buu ka yaro hooseeya fiiri al ku soo baxsa ande marka an wuxuu isagu qabsanayaa lisatu lasnaan iyo asanaaya alculyaa buu qabsanayaa faayaha kore buu qabsanayaa soo ma jeedi meesha laamku uu qabsanayay daaxiga uu ka soo bilaabanayay ilaa daaxigtu daaxig uu qabsanayay isagoo sanaaya culyaa iyo lisatu lasnaan alculyaa wuu isla qabsanayaa nuunka marka soo baxaya waa nuun mudhara nuunku wuxuu noqonayay nuun la idhaaray mid la idqaamay mid la ikfeeyey mid la shiday midka la shiday labada dhinacba waa aadaa wanu aadaa kana waa aadaa marka la ikfeeyey laakiin wanu aadayaa bas iyo marka la idqaamo labadaas buqunay aadayaan bas marka la shidana labadii waa mushtarag la wadaagsanayaan sin su-aal ma huwa muxuu yahay almakhraju makhrajkii alxaadi cashara makhrajkii koo iyo tobnaad muxuu yahay wakam xarfa imise xaraf baa yakhruju ka soo baxaya minhu makhrajka axaadi casharaha jawaab almakhraju alxaadi cashara makhrajki koo iyo tobnaad darafu lisaani weeyaan carabka darafkiisi maca dahri lala qabo dhabarkiisi amimaki yeli la xiriir ra-su madaxiisa wayakhruju minhu waxaa ka soo baxay arwa dahrigan marka wuxuu noqonayaa baalay wasadkii dhinaciisa aadaysaa wasadkiina ma gaaraysid darafkiina waa ka tagta marka ra-da darafkii xoogaa yar bay dhinaca dhexbartanka aadaysaa wasadkiina ma gaarayso in yar bay xagga u janjeersanaysaa ra fiiri ar ar sama jeedid waa dareemaysaa ar wayakhruju minhu waxaa ka soo baxay arwa ra-dii baa ka soo baxaysa sin su-aal ma huwa muxuu yahay almakhraju makhrajkii athaani cashara makhrajkii labiy tobnaad wakam xarfa imise xaraf baa yakhruju ka soo baxa minhu makhrajka thaani cashar
جواب المخرج الثاني عشر مخرج كلابي تمناد ظهر اللسان عربك دبر كي سوي وأصل الثانيتين لبدي فايود شردودي هم أصل كودي العليين أسري ويخرج من روحك الصباحية مخرج كاس ثلاثة حروف صدى حرف الطاء الدال والطاء صدى هذا حرف ظهر اللسان يو أصل الثانيتين العليين بك سبحان لبدا فايود كره فايها كره ثانيتين كوا تغنى الثنايا الرباعيات الأنياب الكيو صبرتي ثنايا وحياة لبدا كره لبدا الكود وجوه الرئيسة لبدا كوحيتين الرباعيات بهاي لبدا الكود وجوه الرئيسة كوري هاصبة سفلى عليا بيالنيا مركا هاد عليا بيالو جيدا كوي كره يعربك ظهري جيس ظهري مركا ومخرج كليو ظهري آذي فيري ضا ضا ظهري مركا ضرف كينو وكتقي وسن مقارب وكا ضا ضا دال تا ضا دال تا صدح هذا أصبح صفاتك كل بدل يسا مركا صوكرا صار هذا صفاتك مفكي قاري وي كي أن قارين لكن مركو قارو كسال ويكين دون عشان نور الكريم سين سؤال ما هو محوية المخرج مخرج الثالثة عشرة مخرج كسده طبنات وكم حرف إمس حرف بها يخرج كسبها منه ثالثة عشرة جواب المخرج مخرج الثالثة عشرة صدح طبنات طرف اللساني وعربك درف كسي مع ما كلا لغو بين الأسنان الكي نحن رضي هذا العليا يوصف له قريبة وليه أدو إلى السفلى كوي هوسع مع انفراج للقبو فرنين قليل ير وبينهما الكي كرئي كوي هوسع لحظوذي فرنين أحاضي أفكا يرى فرن مركز ضرف اللسان كو قبصان إياه مكسو بحيا إيوه ضرفك بين الأسنان العليا يو السفلى لحظوذة اللي بدل عاوه ودوي هاي السفلى عبت هوسو دوي هاي فرتان ير أو دحي يلا بلاس ويخرج من واحد كسو بحية مخرج كاس ثالث عشرها ثلاثة حروف صدى حرف الصاد السين الزاي صدى حاسة كسو بحية أص أص سوم جديد أص 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 أز سي سؤال ما هو بحية المخرج مخرج الرابع عشرة مخرج كأفريت ومناد هي وكم حرف امس حرف باي يخرج كصباحي منه الرابع عشره جواب المخرج مخرجك الرابع عشر افريت ومنان طرف اللساني وعربك طرف كس مع اطراف ثنايا فهي طرف يضوي للاقو العليا سري ويخرج منه حك صباح مخرج كاس ثلاثه حروف صدى حرف باك صباحي الضاء والذال والثاء صدح حاسك صباحي صدح هذا مركز صفاتك كل صاريسا سين سؤال ما هو محوية المخرج مخرجك الخامسة عشر سنة تمناد وكم حرف الإمزة حرف بقى يخرج كسر بقى منه مخرج كاس سنة تمناد جواب المخرج الخامسة عشر مخرج كيس سنة تمناد بطن الشفة منطقة اللسان وسوق بجبيني توان مخرج يليه توان حرف بكسوق بجبين توان كبخرج أخص اللسان ولا بقى وسط الحلق صدح إحدى حافة اللسان ضاتك ضاد باك صباحا أما اللبضة باك صوصاري كرتا أما كان بيدي أما كان ميدي اللي هو قبصان يا قوساها كوري صفحة الداخلية ده أما صفحة السفلة ده ومغرج كأفراد بها مغرج كسنان نوحوها لامك وماشي الضادك وقبصان يا كسوكي ضاحك وكبلابان يا ضاحك تضاحك يا ثنايا يا رباعياتك يا عردك كرة الكها الكها كرة عيد كل أنت صورة قبصانية ال ال سمجد ال ما شو قبصانية وكير صفية ال ال دون كرو كسي سكينية ما شو كوا قبصانية تحت مخرج الله ما سو كلا أن أن ال ما شو قبصانية سو قبصانية طرف ك يو الكها كرة عيد كل مركبة ثنائيه مركب مخرج كل حالنا وحوها مومكا
طرف اللسان. مخرج كي تطبعنا وحو أها الرأضة طرف اللسان مع الظهر. مخرج كي سديدنا وحو أها ضاء يدال يتاء وظهر اللسان وأسل الثنيتين العليين. سقالات يطبنا وحي كلا هايين سقالات صدح مخرج صدح حرف بك سودة بحيسي صاد يزين يزاي طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما. إيوه ضاء يزال يثاء مخرج كسودة بحيين طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا منطقة اللسان طبنكي بهالكاس يزدي طبنكي حرف به منطقة الشفتان ولو مخرج كليه ما هو المحوية المخرج ومخرج الخامس عشرة إيش أنا تمنار وكم حرف إمس حرف يخرج كصبعي منه مخرج كاس جواب المخرج ومخرج الخامس عشرة إيش أنا تمنار بطن الشفة بشنتة بيركل بشنتة أسفل هوس مع أطراف الثنائية فايه طرف يضو إلى الرقبة العليا سري ويخرج منه حق صبع مخرج كاس الفاء أف 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 سمعت جدي بشنتة هوس فايه كرة طرف كودي أكو قبط أف الثنايا العليا الثنايا وتقع الكه كره ضرف كود أكو قبط أف أف مخرج كلا بعد كنا أنا مخرج كله هي تمناد أنا مخرج كلا بعد شفتينك ما هو محوية المخرج ومخرج كي السادسة عشرة اللي هي تمناد وكم حرف اللي مسح حرف بعد يخرج كصباحية منه مخرج كاس جواب المخرج ومخرج كي السادسة عشرة اللي هي تمناد الشفتان واللبد بالشؤون مع جميع الحاليين ويخرج واحد كصوبحية منهما شفتين كاس واحد كصوبحية ثلاثة أحرف صد حرف وهي ثلاثة راسي الباء والميم والواو لا لكن أنه با شفتين كي من دباغنك ولا سكو دولي وي مع الميم والباء وانفتاعنك ولا كرافورية وي مع الواو ميم كي بعضنا وأب أم ولا سكو دولي وودنا وأو ولا كرافورية مخرج كمركة اللي هي تمناد وعلى وضع بالشمود وضع بالشمود صدح حرف بك سوى ضبحة الله أنا وابن دباغ وميم كي بعد منه وابن فتاح سين سؤال ما هو محوية المخرج ومخرج السابع عشر يتضوي تمناد وكم حرف امس حرف بك يخرج كسوى ضبحة منه مخرج كاس جيم جواب المخرج ومخرج السابع عشر يتضوي تمناد الخيشوم هو سنقرورك هو خيشومكو خرق الأنف السنك الدلاع يسوي المنجدب أجيد ما يرد داغي القده فوق سقف الفم أفك سانق أفك سكرك سحال وهذه وتخرج حكا صوب عيسى منه مخرج كاس أما منه خيشومك الغنة غنة دي حكا صوب عيسى غنة دي سوف النوني أعطي أما وتخرج حكا صوب عيسى منه خيشومك الغنة حكا صوب عيسى غنة دي غنة دي سوف النوني أعطي يوالميم ميمك ميمك إن أنت المشددتين للشدي يوال متغامتين كوي اللي يتقام يوال متغامتين كوي اللي يخفي هل كان دي أما كنتي طوان كاهد أو غنادة أو نهل كان كوي جيران مشدد كلابا كي ما نجرتي نون شدن إيا ميم شدن متغامتين كنا نون شدن إيا ميم شدن إيا توين شدن لازم كي ما نجر إخفاءنا شنبا كي ما نجرتي نون إخفاسا ميم إخفاسا توين إخفاسا إيا نون إخلابا يتوين إخلابا طبعا كي منطقة بحال كاسا كواهي ستا هذا لغو سوكو يهورين ووتقاني طبعا كي قيبوت طبعا كي مكان إدقسي هل كاسا لغو سوكو يهورين ووتقاني والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.